I was a little bit emotional only when I saw the placards outside. انا بس اتاثرت الحته لما شفت اللوحات اللي كانوا ماسكينها بره، and they stopped the bus and وقفوا يعني اللوحات اللي كانت ضده، ووقفوا الاتوبيس وكان فيه هجوم عليه. All these people swearing at me, swearing at my mother. الناس اللي كانوا شتموه وشتموا والدته. I said to myself, what else should I have done for this team to get the respect? قلت لنفسي كان المفروض اعمل ايه للفرقه دي اكتر من كده عشان انول احترامهم. But it's football, I understand. لكن ده كرة القدم وأنا متفاهم ده. And I know the person who did that. وأنا عارف الشخص اللي عمل ده كويس. And I know the person who's behind that. وعارف مين الشخص اللي ورا ده. Just bitter because I left. أوكي، هو متضايق عشان خرج. I had to move on with my life. لازم أتحرك، هو متضايق أنا مشيت، لأ لازم أستمر في حياتي. There's more. I don't want to talk. مش عايز أتكلم أكتر من كده. The things I've received before I came before my match from South Africa. If I show you my phone, I show you my things. الحاجات اللي شفتها قبل المباراه دي في جنوب افريقيا، اوريكم الرسائل اللي جات لي على تليفوني، واشوف حاجات تانية. Correspondences I've received, emails I've received. كان بيجي لي ايميلات، بيجي لي رسائل. They just don't let me go. عايزين كانوا كنتش خليني امشي. And those emails are not from supporters, they come from the main office. والايميلات اللي جات له دي بعيد الالكتروني ده ما جاتلوش من الجماهير، لا جات من مكاتب رئيسيه، من اشخاص. وهو شخص واحد بس ممكن يسمح بده. For these emails to come. ان الايميلات توصلني بالايميلات دي. Emails from lawyers, how I left, why I left. من محاميين، سبت ليه ومشيت ازاي. But that I'll save it for my book, I'll write a book. في يوم ايام هكتب كتاب واحط فيه حاجات دي. I have the book. I've just kept it and I said, you know. احتفظ بالحاجات دي. Bygones and move on like it's up, I've moved on. You know. كده اتحرك، ما بقفش عند حاجه زي كده، بكمل على طول. But they're behind me, they don't leave me. لكن طبعا صعبه جدا. I thought I left a very good team. فاكر سبت فريق كبير قوي، فريق كويس جدا. Inherited the better team that I had, the best ever I have ever had. والمدرب خد فرقه من افضل الفرق اللي كنت خدتها اصلا في حياتي، توليت مسؤوليتها وسبتهم بسلام. Shook hands. وسلمنا على بعض، تصافحنا قبل ما يمشي. But ever since I'm in Egypt, I'm not at peace. لكن دلوقتي شايف ان الموضوع ما فيهوش سلام. ومش عايز اتكلم اكتر من كده. طيب، واضح الموضوع باختصار عشان ما نعيدش الكلام، ان الراجل اتصدم لانه كان فاكر انه حقق شيء كبير قوي لناديه السابق سان داونز اللي هو بطل جنوب افريقيا اللي هي موطنه، وانه يعني لما جه يدرب النادي الاهلي كان يسعى الى عمل تجربه فريده ما حدش عملها قبل كده، ان مدرب افريقي يمسك يعني تدريب النادي الاهلي فيحقق معاه كل هذه النجاحات اللي كان فاكر انها هتسعد اي حد منتمي لبني جلدته. لكن انا كل وهو قال يعني في المحامين وانا عارف مين وبتاعه، لكن الحقيقه في حاجتين مهمين جدا جدا جدا. الحاجه الاولى رد فعل المسؤولين سواء في النادي نادي سان داونز او في الاتحاد الجنوب افريقي. نادي سان داونز يا استاذ ابراهيم، هقول لك النص اللي قالوه. اقرا النص وبعدين نعلق، لانه الحقيقه التصرف ده حصل. احنا ليه بنقول لكم السلوك المحترم؟ شوفوا بقى نادي سان داونز تجاه جماهير في الشارع، مش تجاه لاعبين ما راحوش يتملقوهم بيشتموا بيتجاوزوا او يبرروا لهم ويدافعوا عنهم ويبرروا لهم او يقول لك عندهم حق، ما هو راح مش عارف وايه اولاد يا جمهور في الشارع احنا مش مسؤولين عنه وسابهم. لا، بصوا السلوك المحترم من النادي المحترم. سان داونز طلع بيان قال لاحظ النادي سلوكا من بعض مشجعيه قبل مباراه الاهلي، وهو سلوك غير مقبول وغير لائق ولا يعكس النزاهه والاحترام والود وغيرها من القيم التي نتمسك بها. لقد تلقينا شكاوى من مؤيدي السلوك غير اللائق والإهانات، لكن لا ينبغي لجماهير سان داونز تحت أي ظرف من الظروف عدم الاحترام أو الإهانة أو التصرف بالطريقة التي فعلوها، ويجب عليهم في جميع الأوقات الالتزام بقيمنا ومبادئنا. لذلك ده سان داونز، نريد الاعتذار للأهلي والمرتبطين به، وسيجري النادي تحقيقا وستتخذ الإجراءات المناسبة ضد هؤلاء المشجعين الذين كان سلوكهم غير لائق ويتعارض مع القيم والمبادئ التي نلتزم بها. نبقى ملتزمين بالحفاظ على العلاقات الجيدة والاحترام المتبادل والالتزام القائم بين قادة الناديين وجميع أصحاب المصلحة لدينا. كلام مسؤول وكلام انك انت بتقود ولا تقاد.
انت ما انت عندك رساله عايز تقولها للناس من غير ما تعمل حسابات تداعيات هيعملوا معايا ايه. فده انت بتكلم وبتستنكر تصرفات جماهير. ايوه. ما بالك بقى لو كان لعيبه انت عارفهم وتحت سلطتك كنت هتعمل ايه؟ الاجراء كان هيبقى مباشر على طول بالظبط، والعقوبات كانت في ساعتها. ايوه. مش كان هيبقاش فيها تبرير. هيجي لك واحد بقى من اللي بيتشطروا ويقول لك اه بس ده راح لجماهير وقال لهم عيب. عملت انت ايه مع جماهيرك هنا؟ لا استنكر وقلنا عيب. بس موسيماني عمل ايه؟ لا شاور لهم على جزمه ولا شتمهم ولا ادعى ان هم قالوا له الفاظ عنصريه في بلد كانت تعاني من التفرقه العنصريه. يعني وارد جدا جدا لو قال هذا الكلام يلاقي ناس تصدقه. واخد بالك؟ ما تصرفش كده. عشان كده جاله حقه. ده مش من النادي بس. اتحاد جنوب افريقيا. ما ده اللي انا عايز اقوله. وثمن واكد وايد هذا الاجراء وهذا الاعتذار ووعد بالتحقيق اتحاد جنوب افريقيا. شوفوا المباراه افريقيه. المباراه في بطوله افريقيا. اتحاد جنوب افريقيا مشترف لكن لا يتخلى عن مسؤولياته الاخلاقيه. يا بهوات. لا هو يا اللي بتتنصلوا من اي مسؤوليه او اي فرصه تلزمكم بالمبدا. طرف يا استاذ ابراهيم انه عارف هو بيدير ايه وعايز ايه. طلع بيان قال يا باشمهندس اتحاد جنوب افريقيا: هؤلاء الافراد لم يسيئوا للمدرب بيتسو موسيماني فقط بل افسدوا سمعه البلد. بصوا الناس المحترمه. وبناء على ذلك فاننا لن نصمت امام هذا الامر، وسنعمل جاهدين للتعرف على هؤلاء الأفراد وإنزال أقصى العقوبات على الجناه. اعتبرهم جناه بجد. لقد قدمنا بلاغا عاجلا للأمن، وسننتظر أيضا بلاغا من النادي، وسنتعامل مع هذا الأمر بما يستحقه من سرعة وجدية، ولن نتسامح مع هذا. موسيماني هو سفيرنا. جميل جدا جدا جدا. هذا ما نطلبه ونأمله للكرة المصرية. خلاص؟ هتيجي تقول تعالى بقى منطبق هنا، لأن في ناس هتاخد وتجتزئ وتاخد الحق الذي يراد به باطل في طريقها. زي ما قلت لك تصرف الجمهور مرفوض وهيتم فيه التحقيق. وتم الاعتذار من المسؤولين عنه. خلاص؟ لكن أيضا الطرف الذي اعتدي عليه لم يرد الإساءة ولم يخترع أسباب تفسر أو تبرر أنه ليه رد الإساءة. هو من أصلا تأثر وتأثره وجاب له حقه. ونيابة عنه أرسل النادي الأهلي ردا على بيان صن داونز. على وجه السرعة أرسل النادي الأهلي خطابا صباح اليوم إلى رئيس نادي صن داونز الجنوب أفريقي يؤكد فيه على العلاقات الطيبة والاحترام المتبادل بين الناديين الكبيرين. أبدأ النادي تقديره للاعتذار الذي تقدم به نادي صن داونز عما تعرض له فريق الأهلي ومدربه بيتسو موسيماني قبل وأثناء مباراة الفريقين الأخيرة، وهو ما يعكس حرص نادي صن داونز على السلوك الرياضي. النادي الأهلي أشار في خطابه إلى عدة نقاط. الأولى أنه لم يكن ينوي اتخاذ أي إجراء حيال ما حدث، احتراما وتقديرا للعلاقة المتميزة التي تربط الناديين، وأن وجود السيد باتريس موتسيبي رئيس نادي صن داونز السابق على رأس الاتحاد الأفريقي والذي يرتبط مع الأهلي ورئيسه الكابتن محمود الخطيب بعلاقة ود واحترام منذ السابق، يدفع الأهلي إلى تجاوز أي مشاكل أو أزمات، بل ويحظى رئيس الكاف بالدعم والمساندة لكافة الخطوات التي يتخذها لتطوير الكرة الإفريقية ومسابقاتها المختلفة. كما أن النادي الأهلي بتاريخه الكبير يضع الأمور في نصابها الصحيح ولن يعطي ما حدث حيزا أكبر، لا سيما وأنه حريص على العلاقات الطيبة بين ناديي ماميلودي صن داونز والسيد بيتسو موسيماني الذي يعتز، وده النقطة المهمة بقى، الأهلي بيحفظ لمدربه اعتباره وقيمته الأدبية. بيقول والسيد بيتسو موسيماني الذي يعتز الأهلي بوجوده على رأس الطاقم الفني، ولم يكن يتمنى أن يتعرض موسيماني بنجاحاته الكبيرة مع الأهلي وصن داونز وهو ابن لهم إلى هذه الإساءات، خاصة أنه شخصية تتمتع بالحب والاحترام من محبي كرة القدم سواء في مصر أو في بلاده.
أيضا أكد الأهلي على تقديره لقرار نادي صن داونز بإجراء تحقيق لاستبيان المتسبب في هذه الإساءات، وهو ما يعكس رغبته ورغبة الأهلي في عدم تكرار مثل هذه التصرفات البعيدة عن الروح الرياضية. شوف الجوابين بيعكسوا حاجة مهمة جدا. لما القيادات تبقى مسؤولة وعارفة رسالتها تطلع كيف تخرج من الأزمة أكثر صلابة في العلاقات، وإزاي تدعم العلاقات من خلال الأزمات. أيوه. لأن لو كل واحد فيهم كابر واعتبر أن له حق ولازم ياخده، الموضوع ده كان هيكبر ويعمل فجوة. لكن التصرفات المسؤولة لازم تقود إلى نتائج إيجابية يا أستاذ إبراهيم. أيوه. وبالمناسبة دعني أرحب وأهني اللجنة التي تم تعيينها لنادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب. الكابتن حسين لبيب، ليه أنا بقول الكابتن حسين لبيب؟ لأن أنا أعرفه، أنا كنت مدير فريق قومي وهو كان أحد أفراد المنتخب اللي سافرنا كتير، أنا كرئيس بعثة ومعه وهو زملائه الراقيين جدا أعضاء يعني الفريق القومي من لعيب الزمالك، كابتن مدحت البتيد، المهندس حسن صائر، يعني مش عايز أعد، مجموعة رائعة جدا. أعرفه أنه إنسان دمث الخلق، مسؤول قوي، وبان هذا أن يوم ما استلم بارك للنادي الأهلي على تجاوز هذه الأزمة. وأنا أرى أنه سيقود الأمور صح، سواء لمصلحة نادي الزمالك أو الكرة المصرية أو المناخ العام اللي محتاج لمثل هذه الشخصيات المسؤولة اللي تقدر معاه. كمان أستاذ محمد الإتريبي رئيس بنك مصر ده يعني عقلية اقتصادية كبيرة، أعرفه كان بيلعب كرة في نادي هليوبلس وأعرفه يعني. إنما دي لجنة جاية أنا أرى أنها جاية تعمل حاجة، وهو عشان الناس ما تقولش بيغيروا كتير، ما هو اللائحة اتلغت ولازم وبناء عليه لازم صحيح. تيجي لجنة بمواصفات طبقا للائحة تانية، للائحة استرشادية، ما هياش كان الفكرة. الثقة بالمناسبة والتهنئة المستحقة للجنة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، الثقة اللي أبداها المهندس عدلي هي اللي أبداها الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ سعيد وهبة، بس كمان سعيد وهبة بخلفية حريصة على إرساء القيم والسلوك، وهو بيرحب في السوشيال ميديا بتعيين لجنة الزمالك وبيبارك للكابتن حسين لبيب، حط صورة قال له أتمنى أن أنت تحقق في دي، وأتمنى أن أنت لا تسمح بدي، وأتمنى أن أنت تواجه مثل هذه السلوكيات، لأنه لما لاعب زي شيكابالا يشاور على حذائه لجمهور الأهلي تلاقي فيه أطفال صغيرين مدربين سايبينهم في الملعب، ناشئين براعم 7-8 سنين وأسرهم بتصورهم وهم بيعملوا نفس الفعل، وحط الأستاذ سعيد وهبة الصورة ديت وقال للكابتن حسين لبيب أنا عندي ثقة كاملة إنك أنت لا يرضيك مثل هذا السلوك أبدا، وهتكون أول من يقاوم مثل هذه السلوكيات. كرة اليد ما تقدمتش وعملت كل إنجازاتها إلا لأن كان فيها انضباط بجد، لم تسمح بمثل هذه الخروقات الغريبة. إن مناخ كرة اليد في نادي الزمالك ماشي بالمعايير دي، ناجح وفقا للانضباطيه اللي فيها. بص يا استاذ ابراهيم، الصوره اللي انت جبتها دي حطها واربطها بالمشهد بتاع جنوب افريقيا. انت الكابتن شيكابالا قال لك انا شاورت له مع الجزمه، موسيماني ما عملش كده. ايوه. طيب هنفترض ان شاور له مع الجزمه لان كان في اللي تطوعوا بالنيابه عنه قال له هتافات عنصريه، قلنا لهم هاتوا ما يثبت هذا عشان نادي الاهلي مش الاتحاد ياخد اجراءه، لان كل المراقبين قالوا ما حصلش هذا الكلام. طيب اتحاد الكره لماذا لم يفتح تحقيق مع الجمهور ومعروفين بالاسم؟ والكابتن شيكابالا يجي يشاور زي ما موسيماني قال كده، انا عارف مين اللي عمل الكلام ده عشان الاهلي يعتذر رسمي ويعاقب المخطئ. في نفس الوقت اذا كان تصرف الكابتن شيكابالا من وجهة نظر الاتحاد غير مقبول، لأنه أدى إلى أن ناشئين هم طالعين يتأسوا في هذا العمر، هم ضحية بقى دول. طب هم ضحية وضحية أهليهم
اللي صوروهم وكانوا فخورين بيهم يعملوا كده. كويس؟ اه. لان ده هيطلع اولا مبني على احساسه بالظلم، مبني على احساسه بالاستعلاء، ان ما حدش يقدر يجي ناحيتي على طريقه تف على عمك ولد، واي اب فرحان بابنه انه قليل الادب وهو على كتفه لسه بيتكلمش. يقولوا تف على عمك. مش كتير كده كانوا بيرابوا العيال وفاكرينها دعابه يعني. انما ما هو مش هيطلع بيحترم حد. فانا عايز اقول حاجه، لا، اتحاد جنوب افريقيا الحريص على ارساء القيم التربويه، والاهلي الحريص على الاشاده، والتاكيد على النادي الاهلي الحريص على القيم التربويه، رد بمنتهى الامتنان والرقي على هذه البادره. احنا بنقول له احنا كاعلاميين حريصين على هذا، وبنطلب من كل عناصر اللعبه انها تولي هذا الملف، ملف السلوك الرياضي، الاهتمام الكافي، الاهتمام الكافي، والنبي حطوا عليها بقى الشفافيه الماليه، لان احنا داخلين على وقت خطر جدا بعد كده على الشفافيه الماليه. امال ايه؟ انت بتكون شركات يا استاذ ابراهيم دلوقتي. وكل الانديه شايفها مهتميه بهذه التجربه. وهيجي لك تدفقات ماليه. انا الاوان اتحاد الكره ومن هو اكثر حرصا على الشفافيه الماليه، لان ابسط حاجه غسيل الاموال. ده حاجه على مستوى العالم خطيره جدا، ومصر يعني شديده الحرص على مواجهه هذه الظاهره. ايوه. تعالوا بقى يا جماعه نظبط الاداء مره لصالح المواطن المصري والكره المصريه والرياضه المصريه والنظام العام. الحقيقه جمهور الاهلي في تضامنه مع موسيماني واحساسه بما يقدمه للنادي الاهلي وبما يتحمله في بلاده، انطلق اكثر من هاشتاج مؤيد لبيتسو موسيماني وداعم ليه. شفنا تويتات كتيره من الجماهير، حتى كتيبه المدافعين عن الاهلي كتبت من مشجعي الاهلي كل الدعم لصائد الجوائز، فقط استمر في التقدم ولا تقلق بشان الاخرين. ده كان كتيبه المدافعين عن الاهلي دعما لبيتسو موسيماني بالعربي وبالانجليزي. هذا الدعم المؤكد ده ياخدنا ما نيجي نقف لحظه هنا. انما انت اتفضل. بيتسو موسيماني دخل القلوب لما يحققه من انتصارات وهمهمات كده من بعض الناس اللي هي ايه ده مش في النار، او بعض اللي هم ليهم اغراض اخرى، جزء منهم لكن معظمهم اهلاويه بيحبوا ناديهم وعايزين يحققوا كل يعني الاداء والمتعه والنتيجه و بلاش والنبي تكرر حكايه المتعه دي، لان الاهلي بيحقق المتعه من خلال الانجازات. كويس ان انت جبت حكايه المتعه دي، لانه صديقنا العزيز الكابتن محمود فايز، وده واحد مدرب كان المساعد والمترجم لهيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب، وحتى راح معاه الكونغو الديمقراطيه، واحد عبر عن رايه بعد تاهل الاهلي وبارك له، هو مش اهلاوي بالمناسبه لكنه منصف جدا وموضوعي. فكتب محمود فايز: تأهل عن جدارة واستحقاق وتكتيك وتخطيط لكبير القارة، الأهلي وموسيماني يعرفون من أين تؤكل الكتف، ومن أراد المتعة والحركات فليأكل لب ومكسرات، ومن أراد استحواذ كتير وكورنرات فليذهب إلى الأكاديميات، ومن أراد تنطيط على الكورة وحركات فليذهب للسينمات. والسلام عليكم ورحمة الله. استاذ محمود فايز يعني هو كان مدرب لمنتخب مصر وكان بيعاني برضه من هذا الامر، ان كان تملي يتقال كوبر ما الاداء، وراجل وصلك يعني كاس العالم، لا يعني رجعك لكاس الامم اولا وفاينل كاس الامم وبعدين كاس العالم. ايوه. المتعه يا استاذ ابراهيم لا تتعارض او مع الانتصارات. بس ليها شروط. ايوه. شروط ان انت تكون متفوق قوي على المنافس بتاعك، مش شايف ان حظوظك زيك زيه، فانت بتلعب المباراه التكتيكيه يا جماعه ما بتبقاش ممتعه على مستوى العالم، لان كل مدرب عايز يقضي على مكامن الخطوره الاول. المتعه بتتحقق لما يكون فريق متسيد على حساب الاخر بشكل ساحق وحاسم. النادي الاهلي ما تقدرش تقول انه في كاس العالم للانديه كان في هذا الطرف
او في تصفيات افريقيا كان في هذا الطرف، وبعض المباريات المحتشي ده في النص في ظل غيابات واصابات وارهاق و المحشوره وعدم حصول على حقوق ولا بيريحك بانه يديك حقك بدري فتنزل بقى لا انت لازم تبقى شايف المناخ اللي بتلعب فيه عشان تطلب حدود المتعه اللي انت متوقعها. احنا داخلين على ماتش استاذ ابراهيم بطوله من مباراه واحده وهي اخطر البطولات التي ليس بالضروره ان يفوز فيها الافضل، لان زي ما شفنا احنا خسرنا 3 4 بطولات في ماتشات الواحده وكان الاهلي الاكثر استحواذا والاكثر متعه ووصولا للمرمى واستحقاقا لضربات جزاء لا تحتسب فكانت بتروح منه. نتمنى التركيز ثم التركيز ثم التركيز، التركيز والقبول بما يقدم طالما لتحقيق الهدف لان كل الناس دي والله العظيم في كل الظروف الصعبه دي عايزه تدي لك عينيها وعايزين يحقق نفسهم امجاد.